ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله الشيخ خير الجزاء. من علوم مفيدة إن شاء الله. فأنت ذكرت يا أبو غلانة أن التوصل بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. فالحديث في حديث يقول أن الرجل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يسأل له ربنا يرد له بصره، فقال له يعني كما درسونا نحن ما علماء ما حافظين النصوص، فقال له توضأ وأفعل كذا وكذا وصلي ركعتين وقل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد أن ترد علي بصري، فرد بصره في الحال. فذلك تورينا ما صحة هذا الحديث وما معناه، لو نحن ما بنعرف اللغة. والآية الثانية ذكرتها اللي قلتها أنه إما معناها أنا ما حافظها، أنه إذا جاءوك فاستغفروا ظلم، يعني في نهاية الآية أنه معنى الكلام أن الزول إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر له ويغفر له إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يومتها هنا جاءنا عالم قال في ابن كثير في معنى الآية دي، قال والنسخة موجودة عنده في ابن كثير، قال أنه جاء إعرابي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء إعرابي بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هي في الحقيقة ما وفى يا جماعة. المؤمن ينتقل ليس متوفى، المؤمن ينتقل بدار لدار. عايزين تصحيح كثير حتى في ألفاظنا تعاملنا مع ديننا. بعد انتقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء إعرابي وقرأ هذه الآية في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله أي في حجرته، فقال ابن عباس أنه طلع صوت من القبر فقال له فقد غفر لك. فدائما الشيخ يوضح لنا هذه يعني الكلام بإثباته أو ضده من الصحيح. جزاك الله خير. جزاك الله خير عمنا، كلامه طيب وهو كلام بأدلة. إن شاء الله نحن أيضا نرد عليه في يعني نجاوب على أسئلته بالأدلة من كلام العلماء ما من كلامنا نحن إن شاء الله. طيب أما الحديث الأول هو حديث صحيح، الحديث الأول حديث صحيح. وقف الحديث الأول، الحديث الأول هو حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وهو حديث عند الإمام الترمذي وغيره. حديث يا أخواننا صحيح، الحديث ذكروا عمنا جزاه الله خير، حديث صحيح ما فيه كلمة. وهذا الحديث هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث من البداية أن رجلا أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري. من البداية قال شنو؟ قال شنو؟ أدعو الله أن يرد علي بصري. وده يا أخواننا التوسل الجائز اللي قلناه قبيل هو التوسل بدعاء الرجل شنو؟ الصالح، زي ما في حديث أنس بن مالك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وقال له أدعو لنا الله المطر شنو؟ تنزل. فده ما فيه إشكال. قال أدعو الله أن يرد علي بصري. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت دعوت الله لك، إن شئت شنو؟ دعوت الله لك. يعني الموضوع كله في شنو يا أخواننا؟ في الدعاء.
قال وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال بل أدعوه. بل شنو؟ يعني هو طالب من النبي صلى الله عليه وسلم شنو يا أخوانا؟ أن يدعو. ده الحديث ده نص عديل كده. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام علموا دعاء وأمروا بأمر، ومن ضمن ما ذكروا عمنا جزاه الله خير، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين ويقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أن يرد الله علي، أن ترد علي بصري يا محمد، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه. يعني يا الله الركعتين ديل عشان تقبل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم عشان شنو؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يشفع فيني يقبل دعاء ويرد عليه بصري، فصلى الركعتين ودعا بهذا الدعاء فرد الله عليه بصره. لا لو في سؤال، لو في سؤال لا معليش يا اخوانا، ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا نتأدب بالقرآن. ربنا سبحانه، لا خليها انا باشر. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال يا اخوانا، قال الذين يستمعون القول فيتبعون شنو؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فنحن نسمع الكلام واي زول عنده سؤال يجي يسالنا، نحن ما قلنا نحن علماء، بس دارين الكلام بالايه والحديث. ف يعني الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه بدليل آخر الحديث، قال اللهم شفعني فيه وشفعه فيه. شفعه فيه دي معروفة مش؟ يعني شفعه أقبل شفعته فوقي، لكن شفعني فيه دي معناها شنو؟ الشفاعة في اللغة تعني الدعاء. الشفاعة في اللغة تعني شنو؟ الدعاء. شفعني فيه يعني أقبل دعائي اللي هي الركعتين والدعاء اللي علمني الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يرد الله علي بصري. وهذا يا أخواننا نفس الحديث ده زيه في صحيح البخاري، ذاك في مسند الإمام أحمد وغيره والترمذي، ده في صحيح البخاري. امرأة كانت، حديث عبد الله بن عباس، امرأة كانت تتكشف وتصرع، لما اتكلم مع التابعين قال لهم ألا أخبركم أو أدلكم على امرأة من أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال تلك المرأة، في مرة واقفة بعيد قال لهم المرأة دي، قالوا له قصتها شنو؟ في صحيح البخاري. قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع، فادعوا الله لي ألا أصرع، أدعو لي الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إن شئتي، زي شنو؟ زي هذا الحديث، قال لا إن شئتي دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر، قالت أنا بصبر. قالت له لكن يا رسول الله أنا إذا صرعت، شوف الكلمة دي مهمة شديد، قال له أنا إذا صرعت أتكشف. الصرعة الناس كلها بتعرفها مش؟ الزول بيجيه حالة ما بيقدر يسيطر على نفسه، فإذا حصلت لهذه المرأة يقوم تحصل شنو؟ تتكشف شيء من ثيابها. قالت فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا الله لها فكانت لا تتكشف، ومرقت بفضيلتين، الفضيلة الأولى العفة، الفضيلة الثانية شنو؟ إنا من أهل الجنة. ده الحديث الأول. أما الآية وهي من سورة النساء، وأنا معي تفسير ابن جرير الطبري، إن يا أخواننا الآية دي الحديث الذكر عمنا صحيح هو في تفسير ابن كثير، لكن ابن كثير ما أورده مستشهدا به، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الحديث فيه راوي يسمى العتبي، الحديث ده يا أخوانا حديث ضعيف. ليه؟ هو ذاته ما صحابي، لأنه في واحد اسمه العتبي، العتبي توفي بعد سنة 100 120 هجرية، وابن عباس توفي سنة كم؟ 50 58 أو كم؟ 60 تقريبا. بين الرجل وبين ابن عباس كم سنة؟ قرابة 40 أو 70 سنة. ولذلك العلماء قالوا هذا الحديث معضل. معضل معناه شنو؟ معناها في نفر ما في. يعني أنا الليلة لو جيت قلت لك يا أخوانا، مثلا جيت قلت لك يا أخي الإمام مالك قال لي كده وكده، بتقول لي يا زول أنت لقيت الإمام مالك وين؟ أنت ما شفته صح؟ وكذلك هذا الرجل ما لقي ابن عباس. فالعلماء يا أخوانا ضعفوا هذا الحديث وقالوا هذا من رواية العتبي، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الرجل هذا
أعرابي ما معروف منه، هل بتأخذ منه دين؟ يا أخوانا أنا بأخذ دين ساكت من زول ساكت؟ ولا الزول ده لازم يكون جاب لي حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لازم يكون جاب حديث. طيب الآية معناها شنو بالراحة كده؟ ربنا قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ديل منه المنافقين إذ ظلموا أنفسهم، إذ أداة شرط. بعدين إحنا نرجع لشنو؟ لكلام العرب ولكلام المفسرين، ما كلامنا نحن. إذ أداة شرط، ظلموا فعل الشرط وهو من الأفعال الخمسة وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، صح يا ناس سنة تامنة وسابعة، ويمكن يكون في بعض الأساتذة هنا قاعدين. إذ ظلموا أنفسهم، جواب الشرط شنو؟ جاءوك، يعني لو أنهم وقعوا فيما في المعاصي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ربنا قال فاستغفروا الله. الاستغفار من منه؟ منهم هم لرب العالمين. وتاني استغفروا الرسول ولا استغفر لهم الرسول؟ عشان كده ربنا قال عن المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فيا أخواننا الآية قالت إن الناس ديل المنافقين لو أنهم استغفروا الله، يا ربنا اغفر لنا، استغفر الله، الأدعية المعروفة كويس، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لنا كما حدث في صحيح البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك، ربنا قال في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، غزوة بعيدة شديد والقصة طويلة جدا كويس، تخلف ومعه مجموعة من المنافقين، هو تخلف معصية، المنافقين تخلفوا عشان يضروا المسلمين وهو تخلف معصية، المسلم ما معصوم كويس. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الغزوة راجع، كعب ابن مالك وهلال ابن أمية كويس وواحد تاني من أهل بدر، هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع العمري رضي الله عنهم جزاك الله خير، الثلاثة ديل كانوا من أفاضل الصحابة وتخلفوا عن غزوة تبوك. لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء راجع، وأول أول الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي السفر بيجي المسجد يصلي ركعتين، لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين أول حاجة جو المنافقين وكانوا 80 رجلا وحلفوا بالله قالوا والله نحن ما عندنا حاجة وشي نركب وماف وبعدين نحن تعبانين وأهلنا محتاجين وكذا وكذبوا. قال فقبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله واستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من غضبه بعذر ولقد أوتيت جدلا. قال له لو أنا كنت قعدت عند زول تاني كان بكذب له وما بيعرفني، لكن قال 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 ولكني إن حدثتك بحديث ترضى به عني اليوم يوشك أن ينزل في وحي الله. قال أنا ممكن أكذب لكن ربنا علام الغيوب، بنزل شنو؟ بنزل فيني وحي وقرآن، القرآن ده بيكشفني زي ما ربنا كشفهم في سورة التوبة يحلفون بالله ها إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. آيات كثيرة جدا، ربنا قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ربنا الآيات دي كلها يا أخواننا بتتكلم عن شنو؟ أنا الآيات دي جبتها كلها ليه؟ لبيان إنه يا أخواننا الآيات بتتكلم عن المنافقين وغير المنافقين. لو زول استغفر الله وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا غفر له، عشان كده ربنا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، مش قال لهم استغفروا الرسول، لا الآية ما قالت كده، تفضل قال استغفر لهم
أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عرفت؟ ولذلك يا أخواننا هذا هو معنى شنو؟ معنى الآية ومعنى الحديث بتفسيريهما. والحديث المذكور وحديث غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن العلماء ما نحن قلنا، بيّن العلماء ذلك في كتب الحديث زي ما تراجع كتاب الموضوعات لابن الجوزي وغيره من كتب أهل العلم، بيّنوا أن هذا الحديث حديث ضعيف. في سؤال؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى السؤال قال هل الأنبياء يعلمون الغيب؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة مش يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الآية دي مش واضحة يا أخوانا؟ الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا بتعليم الله لهم. أنا جايب معي تقريبا تفسير من التفاسير، ممكن تجيبه، أقرأ لك الكلام من كلام أهل العلم لأنه كلام أهل العلم فوق بركة. جيب لي الجزء 4 من تفسير سورة الأنعام، بس جيب الهناي. أقرأ لك، ربنا سبحانه وتعالى قال عن الصحابة ديل الأنبياء، ربنا قال سبحانه وتعالى عن الصحابة، بس دقيقة بس بجيب لك تفسير القرطبي أو تفسير الطبري، تفسير القرطبي لعله، أيوة القرطبي المجلد 4. طبعا الإمام القرطبي أخواننا هو من أئمة المالكية، وهو من السلف الأوائل، يعني متوفى تقريبا سنة 500 وحاجة هجرية. بيننا وبينه أسيدي كم؟ 1400 مش؟ بيننا وبينه 1100 سنة، 11 قرن يعني. المجلد 4. طيب أنا أقرأ لك كلام الإمام القرطبي عليه رحمة الله. أيوة. طيب طيب في تفسير قول الله تعالى الآية 59 من سورة الأنعام، ربنا قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله فيه 3 مسائل. الأولى يعني المسألة الأولى، جاء في الخبر يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية لما نزلت نزل معها 12,000 ملك، دي المسألة الأولى. قال وروى البخاري عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد بكرة يعني إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال وفي صحيح مسلم، ده كلام الإمام القرطبي، وممكن أنا أدي الكتاب لمن أراد أن يقرأ. قال وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. ده كلام من يا أخواننا؟ كلام أم المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى برأ من فوق 7 سماوات، برأت قرآن يتلى في سورة النور، أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. قالت فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بدأ يبين في معنى مفاتح من اللغة وكذا. قال ثم قال فالله تعالى عنده علم الغيب وبيده الطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو، فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه، يعني ربنا الداري يوريه بيوريه، ومن شاء حجبه عنها حجبه، ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله، يعني مش من شاء مفتوحة كده، لا إلا للرسل. طيب ما ممكن زول يقول برضه يا أخواننا نحن التقبيل ذكرته إنه نطيع الله ونطيع الرسول. القرطبي دليل شنو؟ هنا برضه جاب لك الدليل، قال بدليل قوله تعالى وما كان الله، ده من سورة آل عمران، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما بداية الآية ربنا قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من شنو؟ من رسول.
رسول يعني نبي ربنا رسله ورسل له جبريل عليه السلام، عرفت؟ قال وقيل المراد بالمفاتح خزائن الرزق عن السدي والحسن، وقال الضحاك خزائن الأرض. قال المسألة الثانية، قال علماؤنا أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتابه إلا من اصطفى من عباده، فمن قال إنه ينزل الغيث غدا وجزم فهو كافر. ده كلام الإمام القرطبي، قال اللي بيقول بكرة المطرة دي حتنزل حتنزل ما في أي نقاش، قال ده كلام منه الإمام القرطبي. قال أخبر عنه بإمارة ادعاها أم لا، يعني قال وكمان في علامة على كده كويس. قال وكذلك من قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر، عرفت؟ فإن لم يجزم وقال إن النوء ينزل الله به الماء عادة، وأنه سبب الماء عادة، وأنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه، لم يكفر إلا أنه يستحب له أن لا يتكلم به، فإن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر وجهلا بلطيف حكمته، لأنه ينزل متى شاء مرة بنوء كذا ومرة دون نوء كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب على ما يأتي بيانه في صورة الواقع. يعني الإمام القرطبي عليه رحمة الله كرر نفس التفسير في تفسيره لصورة الواقع. قال ابن العربي، وهذا أيضا من أئمة المالكية، عنده كتاب في أحكام القرآن وعنده كتاب في الدفاع عن الصحابة وغيره من الكتب وهو معروف، قال وكذلك قول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر، وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى. يعني مثلا زول يقول الطبيب يعني في زمان الإمام القرطبي بيجي يقول لهم إذا كان في الثدي كذا من العلامة وكذا من العلامة، قال بيجي ولد أو بيجي ذكر أو كذا، قال ده نشوف قال شنو. قال وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى، وادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقة لم يكفر ولم يفسق. يعني ما يقول الكلام ده شنو، على سبيل شنو الجزم به. طيب فأما من أخبر ذكر كلام طويل جدا عن المنجمين والكلام يطول، فده كلام شنو، ده كلام واضح. أيضا في صورة الأعراف بس معلش أذكر رقم الصفحة، مئتين وثمانتاشر أيضا ذكر هذا الكلام. أيوة دقيقة بس أكمل وأديك فرصة إن شاء الله. 218 أبشر إن شاء الله بس أكمل وأرجع عليك. طيب 218 من سورة الأعراف تفسير الإمام القرطبي عليه رحمة الله. طيب الآية 188 لازنجة لسه. طيب قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال الإمام القرطبي قوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، المعنى لو كنت أعلم ما يريد الله عز وجل مني من قبل أن يعرفنيه لفعلته، يعني قبل ما ربنا يوريني له ويعرفني له لو أنا كنت بعرف الخير كان عملته. وقيل ده قول تاني للمفسرين، لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في الحرب لقاتلت فلم أغلب كما حدث يوم أحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو كنت أعلم سنة الجد لهيأت لها في زمن الخصب ما يكفيني. وقيل المعنى لو كنت أعلم التجارة التي تنفق لاشتريتها وقت كسادها. وقيل المعنى لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح، قال عن الحسن وابن جريج الحسن البصري رحمه الله. وقيل المعنى لو كنت أعلم الغيبة لأجبت عن كل ما أسأل عنه. قال الإمام القرطبي وكله مراد، يعني ده كله يدخل في معنى الآية، لأنه يا أخواننا العلماء بيقولوا إذا وردت الآية بعدد من أسباب النزول وكانت تحتمل هذه الأسباب ولا تتعارض فلا إشكال في حملها على الوجوه جميعها. تفضل.
الحاجات دي كلها يعني ما شاء الله الناس متفقين عليها، لأن هذه من كتب صحيحة. ولكن هناك ما دام بدأت الأسئلة في الآيات وفي التفاسير وكذا، في أشياء مختلف عليها. عندنا أخواننا هنا وسط موجودين معانا في خلافات كبيرة جدا وشاسعة ومضرة بالعقيدة. فمثلا ذلك تشوف لنا القرطبي قال شنو رضي الله عنه أو ابن كثير في الرحمن على عرش استوى وجزاك الله خير. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم والاه. سؤال ده أخواننا سؤال مهم جدا وجزاه الله خير، عمنا من قليل بدينا فوائد يعني نظر الله أنه ينفعنا بها. طيب الآية دي أخواننا وردت في القرآن 7 مرات بلفظ الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة الحديد وفي سورة السجدة وفي غيرها من سور القرآن، فوردت في 7 مواضع ووردت بمعنى بلفظ إلى في سورة البقرة تقريبا في الصفحة 4 على يدك اليمين تحت أسفل الصفحة. فوردت بألفاظ أو وردت الآيات إما أن استوى ده الفعل استوى إما قبله يجي إلى حرف إلى أو يجي حرف شنو على. طيب الآية الذكرى عمنا جزاه الله خير هي من سورة طه، ربنا سبحانه وتعالى قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. نشوف ابن كثير فسر هذه الآية وكذلك معها آية سورة الأعراف، قال وقد اختلف الناس زي عمنا قال في خلافات كثيرة، نفس الكلام ذكره العلامة ابن كثير، قال وقد سلك الناس في هذا المقام مقالات كثيرة، قال ونحن متبعون إن شاء الله تعالى منهج السلف الكرام، قال وهو إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، قال وهذا هو مذهب الأئمة كمالك الإمام مالك يعني والثوري والأوزاعي وسفيان وابن المبارك وغيرهم من أئمة الدين. قال فنقول أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش أي على وارتفع. ده الإمام ابن كثير. الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح الباب رقم 22، طبعا الكتاب مفصله بتلقى في البداية كتاب بدء الوحي كتاب الإيمان بيذكر فيه أحاديث كثيرة، كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الحيض كتاب الحج كتاب الجنائز وإلى آخر كتاب المزارعة البيوع المغازي السير الجهاد، آخر حاجة كتاب التوحيد، آخر حاجة ختم بها الإمام البخاري كتاب التوحيد. وهذا الكتاب عند أئمة المسلمين وكل المذاهب وكل المسلمين كتاب مجمع على صحته. هذا الكتاب في الباب رقم 22 قال الإمام البخاري عليه رحمة الله الرحمن على العرش استوى، قال أبو العالية، أبو العالية دمنه ده من التابعين، قال أبو العالية أي على وارتفع، قال وكذلك قال مجاهد، مجاهد دمنه مجاهد ابن جبر التابع الجليل تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عشان كده أخواننا العلماء قالوا التفسير إذا جاء عن عبد الله بن عباس فله حكم الرفع، حكم الرفع معناه شنو؟ يعني معناه كأنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل شنو؟ الدليل حديث ابن عباس اللهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه اللهم فقهه في الدين وعلمه شنو؟ التأويل. فكان أعلم الناس بالتفسير بشهادة الصحابة كما قال عبد الله بن مسعود قال لو، وعبد الله بن عباس أصغر من ابن مسعود في السن، قال لو بلغ هذا الشاب أسناننا لما عشره منا أحد، عشره يعني ما في زول بيحصل عشر علم. فمجاهد عليه رحمة الله قال استوى أي على وارتفع، لكن يا أخوانا الزول ما يقوم يخت له صورة لله سبحانه وتعالى في ذهنه. ليه؟ لأنه ربنا قال في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
ولذلك معنى على وارتفع هذه المعاني التي جاءت عن التابعين في تفسير الآية هي على ظاهرها، لكن ما تقول كيف. شكده الإمام مالك كما نقل ابن عبد البر في كتاب التمهيد قال وقال رجل للإمام مالك: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وعمنا هنا ما سأل عن الكيف، وده الكلام الصحيح، سأل عن المعنى، وده هنا الزول المفروض يزال من المعنى. وعمنا أجزاء الله خير وافق الإمام مالك في هذه المزال. الإمام مالك عليه رحمة الله، الزول لما سألوا عن الكيف ما سأل عن المعنى، سؤال زول دار استفيد زي ما سأل عمنا، قام زعل زعل شديد، قال: وأطرق برأسه وأخذ عودا فجعل ينكت به الأرض حتى علاه الرحضاء، يعني العرق. قال: ثم قال: الاستواء معلوم، يعني جاب أدلة من القرآن والسنة، بعد شوية حنجيب لك. قال: والكيف مجهول، لأنه ربنا قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا. عشان كذا ربنا قال: فلا تضربوا لله الأمثال. ما تقول الله كيف، لكن تؤمن ربنا سبحانه وتعالى جاء دليل إن ربنا استوى على العرش، استوى على العرش. ده الإمام مالك قال له كذا. قال: والإيمان به واجب، الإيمان بمعنى الاستواء. قال: والسؤال عنه، يعني عن الكيفية، بدعة. قال للرجل: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. شوفوا الكلام ده كيف. أدلة كثيرة يا أخواننا، جاءت أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ورد الإمام البخاري. قال: كانت زينب بنت جحش، لأنه أنا يعني في بعض الناس بيقول لك حديث الجارية ضعيف، هل ال- 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 الاستواء زي ما قالوا العلماء بس ثبت بحديث الجارية؟ طيب، حديث الجارية اتفقنا معك ضعيف. نديك الأدلة الثانية في صحيح البخاري. قال: كانت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تفاخر على بقية أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. دي عقيدة من يا أخوانا، خطة الصحابة. وفي رواية جاب البخاري بعد حديث قال: تقول: أنكحكن أهاليكن وأنكحني الله الذي في السماء. وجاء أيضا في حديث الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وربنا سبحانه وتعالى الصلاة جات؟ الأذان مش؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله في من قطع من حديث.
أيضا من الأدلة يا أخواننا ما جاء من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب المغازي في باب غزوة الحديبية أو في باب غزوة حنين، في غزوة حنين في صحيح البخاري. والقصة إنه بعد ما انتهت الغزوة، وغزوة حنين كان فيها غنائم كثيرة جدا يعني للمسلمين، ربنا سبحانه وتعالى نصر فيها المسلمين نصرا مؤزرا وقويا. وجاء في بعض الروايات أن سبب هذا الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، يعني شيء من الذهب، أرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو إمام المسلمين، هو الحاكم عليه الصلاة والسلام. قال فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى أناسا ولم يعطي أناسا. النبي صلى الله عليه وسلم في ناس أداهم، ليه؟ لأنه ذيل دخلوا في الإسلام حديثا يتألفهم بهذه الأعطية والهدية. قال ووكل أناسا إلى سرائرهم وإلى إيمانهم، أو قال وكل أناسا إلى إيمانهم. في ناس النبي صلى الله عليه وسلم عارفهم زي عمر بن الخطاب، أو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وبقية الصحابة، ناس راكزين في الدين ما بيتغير، لو أدوا قروش أو ما أدوا، ولا يخاف على مكانته ولا على سمعته، ده كله ما خايف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أدى ناس وبعض الناس ما أداهم، ليه أدى ذاك؟ لحكمة عظيمة حتى يتألف بها قلوبهم، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ديل كانوا رؤساء قبائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطاهم بقية الناس في قبيلتهم بيحبوا الدين والإسلام ويدخلوا فوق. قال فجاء رجل مظهر السنة، كث اللحية ومشمر الإزار وغائر العينين، قال وجبهته كركب المعزة من السجود. زول لو شفته مطبق السنة. وفي ناس بيفهموا الحديث غلط، يقول لك أيوة يعني معناه الزول ده عمل كده معناه ما نقصر الإزار. لا يا أخوانا، ما الحديث معناه كده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه صفات، قال مع أنه مطبق السنة مقصر الإزار ومعفي لحيته، ومع أنه بيصلي كثير، هل الصلاة ممنوعة أو غير مرغب فيها؟ لا، لكن الزول ده يعني زي تقول شنو، يقول لك والله الزول ده هو قاري لكن ما فاهم أي شيء. مش في كلام زي ده؟ هل القراية عيب؟ القراية ما عيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الزول ده مع أنه مطبق السنة لكن بعد ده كله الزول ده مجرم. قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. شوف الزول بيتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في شنو؟ في نيته. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اتهمته في نيته، تاني الفضل منه. ولذلك أيوة نكرره، أيوة الزول قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، فأخرج عمر بن الخطاب السيف، وفي رواية خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه، لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. وديل الآن ديل مجموعات موجودة الآن زي ناس داعش وزي غيرهم، النازل يا أخوانا النازل هم بيجوا للناس بالدين، يقول لك دارين نطبق الشريعة، ده كلام كويس، ونقيم الحدود، ده كلام كويس، وما دارين فساد في الأرض، ده كلام كويس، لكن البسودة هذه ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بيهتموا، أول حاجة اهتم بها الرسول صلى الله عليه وسلم شنو؟ أول حاجة اهتم بها الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة للتوحيد، إنه الناس تصفي عقائدة في الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ما بدوا بيدي. ولذلك يا أخواننا الزول ده الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه، قال يخرج من ضئدي هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته، قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. في آخر الحديث وفي رواية أخرى
لما نزول قال الكلام ده في رواية أخرى وأنا جبتها للشاهد في مسألة الاستواء والعلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ إنتوا ما تأمنوني ربنا في السماء يأمني على وحيه وإنتوا ما تأمنوني. فذمه النبي صلى الله عليه وسلم ذما شديدا. من الأدلة أيضا على العلو قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. ينزل هو وين؟ هو في السماء. فرفع إلى السماء، رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، وده كله أخواننا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. لكن ما تدخل شنو عقلك ولا التكيف، كما قال الإمام نعيم ابن حماد الخزاعي وهو شيخ الإمام البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. قال ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. كمان انت ما تشوف زول بكيف ويمثل تقول ايوه انت قلت كده معناه ذات الايه ما صح. لا، الامام قال لك لو عملت كده برضه، والكلام ده برضه نقله ابن كثير في تفسير سوره الاعراف، قال ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ليه؟ لانه جحد ايات كثيره من القران. قال وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ولذلك يا اخواننا الأدلة في هذه المسألة أدلة كثيرة، منها الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، وفرضت عليه الصلاة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وأمره الله عز وجل بالصلوات، القصة المعروفة 50 صلاة. ثم رجع ووجد موسى عليه السلام فما زال يتردد بين موسى عليه السلام وبين الله عز وجل حتى صارت 5 صلوات. فلما رجع إلى موسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت بني إسرائيل قبلك. قال لي أنا بني إسرائيل ليل قبل كده أنا يعني دعيتهم وما قبلوا وما بيستحمل أمتك وإن أمتك لا تطيق. النبي صلى الله عليه وسلم قال قد استحيت من ربي، فنادى مناد أن قد أمضيت فريدتي على عبادي. فهي 50 في الأداء والعمل، وهي 50 في شنو؟ في الأجر والثواب. اتفضل اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال الأول عن علم الغيب، وعلم آدم الأسماء كلها. والسؤال الثاني يوم يمر السماء طي السجل وربنا في المكانات. طيب جزاك الله خير. طيب وعلم آدم، أول حاجة يا أخواننا آدم عليه السلام نبي، ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فأبونا آدم عليه السلام هو نبي من الأنبياء. الدليل ما جاء في حديث قصة الإسراء والمعراج من حديث مالك بن أوس بن الحدثان ومن حديث أنس بن مالك وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتح السماء الأولى قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. قال هذا أبوك، أبوك آدم، فذهب فسلم عليه. فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فآدم عليه السلام يا أخواننا نبي من الأنبياء، وربنا سبحانه وتعالى علمه شنو؟ الأسماء. القصة هي ذاتها لو أنت قريتها من بدايتها ربنا كلمه كثير، مش في الأسماء برا. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا يا آدم، ده برضو كلام ولا ما كلام؟ وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فهو آدم عليه السلام نبي من الأنبياء، ولا يعلم إلا ما علمه الله، زي ما نقلنا من كلام القرطبي عليه رحمة الله، وزي الآية الجبيل في سورة المائدة ويوم يدعو
ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. منهم آدم عليه السلام. المزلة الثانية هي مزلة شنو؟ أيوة، يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب. يا أخواننا زول لو قال الله في معنى داخل ده طوالي حيقول أيوة معنى الله في السماء، يبقى الكلام ده كفر بالله، يبقى الله ما في السماء وكذا. يا أخواننا زول يكون رد آيات وأحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بمعنى على. ليه يا أخواننا؟ لأن حروف الجر في لغة العرب كما ذكر علماء اللغة العربية ينوب بعضها عن بعض. في دليل في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال كلام فرعون، قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. يعني هل هو بقرقر جذوع النخل ويدخلهم جوا، ولا بيقوم بيعلقهم برا؟ بيعلقهم برا. ربنا في فواتح سورة التوبة ربنا قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فسيحوا معناه شنو؟ معناه يا أخوانا الإنسان يذوب يعني؟ لا، المقصود يمشي على الأرض. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الملك والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منا. هل معناه جوا ولا معناه على؟ معناه على، يعني فوق الأرض. فربنا سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات كما قالت أمنا زينب بنت جحش أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فما معناه إنه في السماء جوا السماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صعد السماوات كلها في ليلة الإسراء والمعراج، ده دليل إنه الله شنو؟ ما في السماء. فزول اللي بيقول الله في السماء ده كافر يا أخوان، جوا كده في السماء، أو أن الله يحيط به مكان أو كذا. أما إذا قال في زي ما قال القرآن بمعنى على زي ما القرآن قال، فده ما فيه شنو يا أخوانا؟ ما فيه إشكال. الإنسان يا أخوانا لابد إنه ما يفسر القرآن برام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أداك قاعدة، كل ما يعني الشيطان حاول يشبه عليك قل له ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جزاك الله خير، سؤال طيب جدا. يا أخوانا نبهونا ليه زمن الصلاة في بعض الكلام يقول لك ثلاثة دقائق بس اختصر. في بعض الكتب يجيك بتقول لك يا أخو الله واحد في مسجد أن الرسول عليه الصلاة كان خطب الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، وفي ورأى إنه في الليلة جبت يموت 60 نفر يعني، وفي ورقة وزعها للناس بعد 3 يوم كان موزع بتاع صلي حاجة. هل الكلام ده صحيح؟ طيب السؤال بيقول يا أخواننا إنه في أوراق توزع، إنه زول يقول لك هذه الكتابة الورقة كتبها فلان وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وشاف في النوم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قول الدعاء الفلاني واذكره كده. ده يا أخواننا ما بتلقى زول عالم من العلماء بيقول لك الكلام ده صح. ليه؟ لأنه لو قلت بيحصل كذا وكذا ربنا سبحانه وتعالى قال وما تقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ده الكلام القرآن، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وربنا قال في سورة الأعراف كما قرأنا من تفسير القرطبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فده يا أخواننا كذب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إنت لو كذبت علينا يقول لك صح ده ما زول ساكت، لكن لو كذبت على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زول جاهل ما عارف إنه الكلام ده كذب يقول لك الرسول قال كده وذاك يكون كذاب، يقول له وهي قال، يقول لك طوالي نحن بنسوي غشا ولا ما غشا. عشان كده كما قال ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأجمع العلماء على أن من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه كافر مرتد لمخالفته لقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ. طوالي أقطع عليك تذكرة حتخش النار طوالي لأنك كذبت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ورسول صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض الذي جاء من رواية ابن عباس وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض. الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك قدامنا في الحوض، قال وليذادن أقوام من أمتي من على الحوض. أخوانا الحديث ده إن شاء الله نختم به، حديث فيه فائدة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ناس ربنا بيطردهم، الملائكة بتطردهم من حوض الكوثر، الناس واقفة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل
حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في اليوم ذاك الناس بتكون دارة تشرب من حوض الكوثر. لما النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه وقريش قالت الرسول صلى الله عليه وسلم ابتر اي اقطع لا نسل له، ربنا رد عليهم بصورة الكوثر 3 آيات: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك، يعني الزول المبغضك والبكذب عليك هو الأبتر هو الأقطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يذادن أقوام من أمتي من على الحوض فأقول أمتي أمتي. الحديث ده من الأحاديث المتواترة ما فيه شك أصله. قال فأقول أمتي أمتي. الصحابة قال الرسول صلى الله عليه وسلم بتعرفهم من أمتك كيف؟ قال أعرفهم غرا محجلين من أثار الوضوء. الزول ده مش كان بيسيب دين وكده، لا ده كان بيجي الجامع، لكن الملائكة بتطرد من الحوض. السبب شنو؟ السبب بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا. أنت ما عارف البدع أجابوها في الدين جديدة شنو؟ والعملوها في الدين جديدة شنو؟ أذكار جديدة وأوراد جديدة وشنو كده طرق جديدة وكذا. انت ما عارف جابوا جديد شنو. يتخيل زول يوم القيامة في الموقف العصيب ده بس هو داري ينجو، يتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، ده ما شوين ده يا اخوانا. الموضوع ده خطير، ده لا موضوع متعلق بطائفة، لا موضوع بتاع جماعة، ولا ده موضوع كويس بتاع هلال ومريخ، ده موضوع بمرقك رقبتك. الرسل يوم القيامة كما في حديث أبي سعيد الخدري بيقولوا اللهم سلم سلم، يا الله تمرقنا. ديل الرسل، الرسل أدعوا الناس والصبروا على هذا الناس والبلغوا الناس الخير، وربنا مدخلهم الجنة وهم ماشيين في الدنيا، ربنا وراهم منهم من أهل الجنة. الرسل يوم القيامة بيقولوا نفسي نفسي، إنت في اليوم ذيك مشيت ساكت وما سمعت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا فلانا ده الاضل. لو شيخ غشاك ولا غيره غشاك ده بيخش في الايه وحتلعنه انت يوم القيامه. في الدنيا هنا ما في كلام ممكن تقول الدائر إنت، لكن إنت الكلام ده بيتبين لك بعدين يوم القيامة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في أواخر سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فهذا هو الموضوع إن شاء الله. الصلاة إن شاء الله.